Μετροπολίτης Άβα Σεραπείων Εμφενιώτεν Επισκόπος Άβα Ελέησον ημέρας ο Σωπατίωπαν το κορτόρ Παναγκατρίας, ελέησον μεν χωπήν ημέν, λένε ρε σφαίν σφαιδάτ να δικάτν εσουάκ, Αλλάχ μακάνα μουσταχακίνα κουλβι σοκριά, εβένε λαζί φυσσαμαουάι, τεδοκάντας εσυμικλάτι, ακούτε, λιτάκουν μεσέτα. Ερήνη πάση Μάριν σεβεχμότων τότ φεμπερίφερ μπασνανή βοβούχον αίτε βνότι βιώτεμ βεν σοϊσό ουαχ βεν νότι ο βεν σωτήρ Ιησούς βε Χριστό ζαβρισκή βαζήν ηγόν αβερ βοησινήγον αβ αρεχ ήρον αβ σοπτινή φευτιές ο ήρον αυτή τοτήν αβεν τεν σαχαρή ετάι ονόσαι εν θόβ ον μαϊτή βοσεντευ αρεχ ήρον χεν πάι ο εσ ο βαβάι νημνή εχωτήρον τεβεν ον χενή ειρήνη νεβένεν ζεβίβαν το κρατόρ εβ σοϊς επεν νότι Σε βεξάστη Κύριε ελέησον. Ευνήβε ψωής βήπαν του κράτορ, ευιώτεμ μπεν ψωής ο μπεν νότι ο μπεν σωτήρ, εισός πι εχρίστος νασκούρακ. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حاسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا نذي إصنان إبن من النوري صحن إما ونانجا إنسك بيت قاتي إن بقرشي شنون إيهم يجني هوب نمني تشيلي نم إيجن تيغم ترس أنت بقاجي ولا تدخلنا تقولي من شبك مسيح اجعلنا مستحقين نصلي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما ابتدي الكلمة هجاوب على ثلاث أسئلة كانوا وصلوني في الفترة اللي فاتت دي. السؤال الأول حد بعد بيقول إن في شخص يوجد في شخص بيدعي إن البابا كولوس ظهر له وقاده إلى الإيمان المسيحي وإن هو يعني شوف رؤى والبابا كولوس بيديله رسائل للناس والناس يعني بتروح تستشيره بهذا الأمر يعني
أنا طبعا ما أعرفش الشخص ده، لكن يعني هجاوب بوجه عام. ويمكن احنا قبل كده اتكلمنا على شخص آخر كان بيدعي أنه مار جرجس عمل له معجزة وأنه بينقل رسائل من مار جرجس، لكن أنا هتكلم كتعليم عام بخصوص هذا الأمر. احنا بنفرق ما بين المعجزة الشخصية أو النعمة الشخصية اللي ممكن تعطى للإنسان. يعني ممكن البابا يقول له قديس عظيم يظهر الإنسان يشفيه أو يقوده إلى الإيمان المسيحي أو يديله تعزية أو ماري جرجس أو غيره، يعني ده شيء مقبول وموجود وبيحصل وله بركته في حياة ناس كثيرين. لكن الخطورة هو لما الأمر يتحول من شيء شخصي إلى شيء عام، انه يبتدي واحد يقول ان انا ماري جرجس او البابا كيرلس او اي حد من القديسين بيظهر له او بينقل له رسائل معينة. وطبعا الناس ممكن ببساطة تثق في هذا الكلام، وممكن تقود لبعض الناس الى اخطاء، لان ممكن شخص يستسهل عنده مشكلة او عنده موضوع معين، فبدل ما يفكر فيه او يوجد له حل ان يروح لشخص زي كده ويسأله، فيقول له البابا كولوس بيقول لك كذا، والبابا كولوس قال لي مثلا انا اروح الكنيسة الفلانية او اروح المكان الفلاني فينفذ. هنا دايما بيحكمنا المبادئ الكنسية، مبادئ الكنسية. الله حينما يعمل يعمل في الاشخاص. يعني مثلا الله حينما أراد أن ينقل لنا سر الخلاص لم يرسل شخص واحد، لكن أرسل أنبياء عدة في العهد القديم. والسيد المسيح لما أراد أن ينقل رسالته للعالم كله لم يختار تلميذا واحدا، لكن اختار تلاميذ. وحتى في الكتاب عن حياة المسيح وتعاليمه اتنقلت لنا عن طريق أناجيل أربعة، مش يعني في أربعة بشريين كتبوا عن المسيح، مش شخص واحد كتب. ففكرة إن في واحد يختاروا قديس أو يختاروا الله عشان ينقل رسائل للناس، دي فكرة تضاد العمل اللي أو خطة الله من ناحية كيف يتعامل مع البشر. يعني ممكن ربنا يرسل ليك ملاك أو يرسل ليك قديس، ليك أنت الأمر شخصي ليك، ده ممكن وده. لكن عشان خاطر يختار واحد عشان خاطر ينقل الرسائل للناس، وهو بس ده اللي بينقل الرسائل للناس، هنا بقى الخطورة في هذا الأمر. يعني القديس بولس الرسول السيد المسيح ظهر له ودعاه للإيمان، لكن ما كانش هو وحده اللي بيتكلم على الإيمان. حتى انه مثلا في كورنثوس الأولى 15 لما اتكلم عن الشهود القيامة وضع نفسه ضمن آخرين، يعني ان المسيح ظهر لكثيرين وذكر اسماء 500 اخ، واخيرا كانه للسقط سقط ظهر لي. ما ادعاش ان هو الوحيد اللي ظهر له المسيح وان هو الوحيد المكلف ان ينقل رساله المسيح، او المسيح اداله رساله خاصه ليه هو، ما ادعاش لحد تاني. بل بالعكس، ده هو ذكر في رساله غلاطيا ان هو صعد الى اورشليم لكي ما يعرض الانجيل بعد 14 سنه من الكرازه، يعرض الانجيل الذي يكرز به. فلما يجي شخص النهارده يقول انا ماري جرجس او البابا كولوس بيظهر لي وبيديني رسائل، بنقول له طب وليه البابا كولوس ما ظهرش للناس؟ ليه الواحد محتاج لواحد ان هو يروح وسيط عشان خاطر يقول له البابا كولوس بيقول ايه، او ماري جرجس بيقول ايه، او العدرا بتقول ايه، او الملاك بيقول ايه، او المسيح بيقول ايه، او الروح القدس بيقول ايه؟ فدي يعني نقطة مهمة ان احنا يعني
نتنبه ليها عشان خاطر ما نضعش تحت خداعات. النقطة الثانية هي أن الإنسان اللي داخل للإيمان جديد يحتاج أن ينمو في داخل الإيمان المسيحي، لكن اللي داخل الإيمان المسيحي عشان خاطر يعني يبقى كل الانتباه لي وبيتكلم وبينقل، ممكن الشيطان يستغل هذا ويصيبه بضربة كبرياء، وممكن ينتهي به إلى أن هو بعد ما دخل الإيمان يهلك في داخل هذا بنتيجة أن ما فيش نمو روحي. عشان كده الكتاب المقدس في رسالة القديس بولس الرسول لتيموثاوس لما تكلم على شروط الأسقف قال لا يكون حديث الإيمان لألا يتصلف، يعني ما يكونش شخص حديث الإيمان يقام على مسؤولية. فاحنا برضو نتنبه للنقطة دي، ان ماذا بالنسبة لحياة هذا الشخص اللي بيقول انه داخل إيمان جديد. النقطة الثالثة انه لما الإنسان بيخش للإيمان بيتكلم على جمال الإيمان اللي دخل فيه، مش بيتكلم على المكان اللي جه فيه مساوئه في منظره. يعني مثلا القديس بولس الرسول لما قبل الإيمان المسيحي ابتدى يتكلم عن المسيح وعمله الخلاصي، وكان لي مصدر حب بالنسبة للفريسيين اللي هو كان منهم، انه قال انا فريسي ابن فريسي، وكان بيهتم ان هو يكرز ليهم بدون ما يهاجمهم او يظهر اخطائهم او مساوئهم. فنتنبه بس مثل هذه الامور، لان من حين لاخر تظهر لنا حاجات زي كده، وانا احب يعني ان الشعب يكون على وعي من هذا الامر. يعني السؤال الثاني واحد بعد بيقول، يعني هو لاحظ ان هنا في الإباكشية ان بنسمي كنائس باسماء اعياد زي القيامة البشارة التجلي، وبنسمي كمان باسماء زي المسيح المخلص المسيح الفادي المسيح الراعي الصالح. فبيسأل يعني هل دي نوع من التجديد ولا نوع من التحديث والابتداع؟ احنا حطينا قاعدة ان الفرق بين التجديد والابتداع او التحديث هو ان يكون في مرجعية. فلو في مرجعية لهذه التسميات يبقى تجديد وليس ابتداع. فهل في مرجعية لهذا الامر؟ فمثلا يعني احنا ممكن نقسم اسماء الكنائس عندنا لثلاث مجموعات. المجموعة اللي هي تسمى بأسماء قديسين وملائكة، يعني بداية أول كنيسة دايما في أي دولة جديدة بتسمى باسم مرموقس، وده اللي حصل هنا سنة 69. وبعد كده تاني كنيسة دايما بتسمى باسم العدرة، وده اللي حصل كنيسة العدرة سنة 72. وبعد كده تالت كنيسة اللي هي كنيسة مرجرجس، وبعد كده الملاك مخايل، اللي هو يعني الوضع التقليدي اللي دايما الأسماء اللي موجودة. وبعدين ابتدى يبقى في كنيسة باسمها قريوس أبو سيفين، كنيسة باسم مرمينة، وهكذا. يعني تم إضافة مع الكنائس أن يبقى فيه تنوع بالنسبة لأسماء القديسين، يعني بدل ما يبقى هما كلنا بندور في نفس الأسماء، أن لما تسمى كنيسة باسم قديس الناس تتعرف على هذا القديس، قالوا زوكسولوجية بيهتموا بعيده إلى آخره. فابتدى يبقى في أسماء لقديسين آخرين يمكن البعض يعني ما كانش معتاد عليهم، زي مثلا هنا كنيسة القديس موريس، وقديسات زي القديسة يوستينا، القديسة مريم القبطية، القديسة مريم المجدلية إلى آخره. طبعا أنتوا عارفين الكنائس في الإباكشية. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة المناسبات أو الأعياد، زي مثلا كنيسة الهولي ريزركشن والهولي ترانسفجريشن، يعني القيامة التجلي. ولو أن يعني بعض الشباب بيختصوا بدل ما يقول الهولي ريزركشن تشيرش يقول لك الاتش ار سي، فالاتش ار سي دي يعني مش عاوزين حتى يقولوا الاسم، أو الاتش تي سي. فاللي دي احنا خدناها من اللي موجود في القدس مثلا، يعني القدس
أشهر كنيسة في القدس أورشليم هي كنيسة القيامة، وفي كنيسة البشارة في الناصرة، وفي كنيسة التجلي، وفي كمان كنيسة الخمس خبزات والسمكتين. يعني ما تروحوا القدس تلاقوا فيه الأماكن في أماكن المناسبات. بالنسبة لكنائس باسم المسيح Christ the Good Savior، Christ the Savior لأخي أحدث من أحدث الكنائس اللي اتعملت في الفالي، Christ the Redeemer، Christ the Good Shepherd. يمكن الأسبوع ده اللي فيكم كان حاضر القداس يوم الاثنين 11 طوبة، كان في السنكسار تدشين المذبح أو الهيك باسم الأربعين شهيد شهيدا بسباستية الذي أقيم بكنيسة المخلص بالإسكندرية. يعني معنى كده كان في كنيسة في إسكندرية باسم المسيح المخلص. فإذا ده تقليد قديم كان موجود حتى في داخل كنيستنا القبطية، فده تجديد وليس استحداث أو ابتداع، يعني عشان أطمن الأخ أو الأخت اللي بيسأل السؤال ده. وكويس يعني الناس مهتمة أنها تعرف، لأن بغضوا يعني أنا بنبسط لما الشعب يبقى عنده وعي، ولما يشوف حاجة جديدة يسأل عليها، وتبقى فرصة أن احنا برضو نشرح عشان خاطر ما يحسوش أنه يعني لو شاف حاجة هنا مش موجودة مثلا في أماكن تانية. برضو يعني أحب الناس تبقى مطمئنة أن احنا ماشيين حسب نظام الكنيسة، وأي حاجة بنعملها لازم بيكون ليها مرجعية كنسية. السؤال التالي الثالث، وده سؤال بيجينا كتير يعني من بعض الأمهات الحوامل لما يعني يكتشفوا أنه الجنين في مرض أو عيب خلقي، يعني بيبعتوا يسألوا هل ده بيكون سبب للإجهاض أم لا. وأنا أحب برضو أنه أي إجابة تكون مبنية على قواعد. يعني أهم من الإجابة هي القواعد اللي احنا بنعتمد عليها في الإجابة. فهنا بيحكمنا في هذا الأمر أمرين. الأمر الأول، هل الجنين في بطن أمه هو كائن حي أم لا؟ ده أول سؤال. فطبعا الإجابة واضحة أنه كائن حي، وأدلة كتير منها يوحنا المعمدان. يعني يوحنا المعمدان لو كان الجنين في بطن أمه مش كائن حي فكيف يمتلئ من روح القدس؟ القديس بولس الرسول مثلا في رسالة غلاطية صح 1:15 بيقول: ولما صور الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. يبقى أفرزه من بطن أمه، فمش معقول هيفرزه من بطن أمه مش كائن حي يعني. فده أول نقطة. فدايما احنا بنقول سؤال النقطة الأولانية، هل ده كائن حي الجنين في بطن أمه كائن حي أم لا؟ النقطة الثانية، هل من حقنا أو من حق الأم أو من حق أي شخص أن يقتل كائن حي لمجرد أنه هو مريض؟ طبعا الإجابة لا، لأنه ما يعني كلنا بنشوف مرضى، ما حدش بيؤمن أن المريض مهما كانت شدة مرضه أو الشخص المعوق أنه علاج المعوقين قتلهم. فبناء على الاثنين دول المبدئين دول بنقول ان الاجهاض في هذه الحالة خطأ ويعتبر جريمة قتل لا يوجد ما يبررها. لكن في نفس الوقت احنا من ناحية رعوية بنشعر بمعاناة الام اللي بتكتشف، او بالذات النهاردة مع التقدم العلمي اصبح ممكن قبل ما يعني زمان كان بيعرفوا لما الطفل بيتولد، دلوقتي يعني بتعرف حاجات كتيرة عن الجنين هو في بطن أمه قبل ولادته، هو ولد ولا بنت، هو حالته إيه، صحته يعني يعني كل هذا التقدم العلمي أيضا أوجد طرق لعلاج هذه الأمور، لدرجة أن في بعض الأحيانا بيعملوا حتى بيخرجوا الجنين من بطن أمه يعملوا له عملية عشان خاطر يصلحوا الشيء الخطأ اللي موجود فيه.
لكن ده مش معناها ان كل الحالات دي بتتعالج يعني. يعني لسه وفي زي ما في الامراض احنا في امراض ما بتتعالجش وفي ناس موجودين معوقين. لكن بينما ان احنا بنقول انه لا يجوز الاجهاض في مثل هذه الحالات، لكن لابد يكون في اهتمام يعني بالامهات او السيدات اللي بيمروا بهذه الظروف. عشان كده يعني من ضمن الخدمات اللي بيهتم بيها في الإباغشية وبيهتم بيها نيافة الأنبا أبراهام هو خدمة المرضى وخدمة المعوقين وبالنسبة ومساعدة ازاي أسرهم، بالذات لما يكون في أطفال عندهم إعاقة وعندهم أوتيزم أو كده. يريد برضو ان احنا نفكر انه بالنسبة للحالات اللي بتبقى الام غير قابلة او غير قادرة انها تعتني بطفل يتولد باعاقة معينة، وانه ممكن تكون خدمة ممكن تاخد هؤلاء الاطفال او يعني المولودين حديثا وترعاهم، يعني بدل ما هي تجهض نفسها تسيب الطفل ده الكنيسة تهتم بيه. احنا ما عندناش لسه الخدمة دي، لكن ممكن نستفيد بخبرات الكنائس الأخرى مثلا زي الكنيسة الكاثوليكية في وجود هيئات ومجموعات وخدام يهتموا بأخذ الطفل ده الجنين الصغير ده المولود حديثا اللي أسرته مش عايزاه أو مش قادرة أنها ترعاه، فبدل ما يتقتله الكنيسة تاخده وتهتم بيه وترعاه، بس تحتاج إلى ناس يعني عندهم القدرة والرغبة في هذه الخدمة، زي ما بيوجد خدام بيخدموا المعوقين بيتعلموا ازاي وعندهم نوع من الصبر وبيهتموا بيهم. لكن لا يوجد ما يبرر الإجهاض في هذه الحالة طبعا قطعا، إجابة واضحة. لكن في نفس الوقت يعني ينبغي علينا احنا ككنيسة ان احنا يعني نفكر كيفية العمل الرعوي لمساعدة الاسر اللي ربنا بيسمح لهم ان هم يمروا بهذه التجربة، سواء قبلوا الطفل ده او ما قبلهوش. يعني لو الناس مش قادرة تقبله او ام مش قادرة تقبله او ظروفها ما تسمحش انها تقبله، العلاج ان يوجد بديل اللي يساعد في ان يعطي فرصة للحياة. ان ربنا اراد له ان يعيش هيعيش، ان كان ربنا اراد له شيء اخر فيعني حكم الموت ده في ايد الله وليس في ايدنا احنا كبشر. انا انتقل دلوقتي الى استمرار في حديثنا عن سمات الكنيسة في عصر الرسل. احنا تكلمنا كنيسة ممتلئة من الروح القدس، تكلمنا المرة الفاتت عن كنيسة كارزة. المرة دي هنتكلم على نقطتين، كنيسة مضطهدة وكنيسة ليس فيها أحد محتاج، نقطتين تانيين. وبعد كده يبقى فضل لنا محاضرتين نتكلم فيهم عن كنيسة واحدة وبقية الصفات الأربعة اللي احنا يعني سمات كنيسة الرسل خدت المحاضرتين دول. كنيسة مضطهدة، يعني ما نقرأ في سفر الأعمال نجد أن الكنيسة في عصر الرسل صحيح كانت كنيسة ممتلئة من الروح القدس، كنيسة بكارزة متنتشر، لكن ده لم يمنع وجود الاضطهاد. والاضطهاد كلم عنه سيد المسيح للتلاميذ بوضوح وبصراحة قبل الصلب وقبل القيامة. فمثلا في يوحنا 16 المسيح بيقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هكذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكن قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلت لكم ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. خد الكلام ده بتاع السيد المسيح وحللناه شوية، انه بيكلموا ان في مرحلة جديدة، يعني انتوا كنتوا في مرحلة كنتوا معايا انا معاكم، ما كانش في اضطهاد بيواجه التلاميذ، كان كل الاضطهاد موجه للمسيح له المجد، يعني الكتبة والفريسيين كان كل مهاجمتهم للمسيح. لكن بيقولهم هتيجي مرحلة جديدة، انتوا بقى هتتعرضوا للاضطهاد،
وأنكم سيخرجونكم من المجامع. وهم بعض منهم بيعمل هذا وبيعتقد ان هو بيعمل كده بيقدم خدمة لله، زي مثلا شاول لما كان رايح عشان خاطر يقبض على المسيحيين كان بيفتكر انه بيعمل عمل يرضي به الله بحكم تفكيره الضيق كما قال عن نفسه يعني. والمسيح قال لهم انا بقول لكم كده عشان الامر ده لا يعثركم، يعني ما تضطربوش لو وجدتم فيه اضطهاد وقلتوا ازاي احنا تلاميذ المسيح اللي ادانا القوة بروح القدس وبنعمل آيات ومعجزات ان احنا نتعرض للاضطهاد وليه ما يشيلش عننا الاضطهاد. فبيقول انا مش عايزكم تعثروا، لان في بعض الناس بتعثر لما يجدوا ان في اضطهاد ضد الكنيسة بيعثروا، يقولوا طب ازاي ربنا سامح بهذا وازاي احنا اولاده بيسمح لينا ان احنا نواجه هذه الصعوبات. وبعدين وضح لهم السبب، قال لهم السبب في كده انهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني. يعني هنا بيفرق ما بين معرفة الله، يعني ممكن واحد عنده ايمان بالله بس مفهومه لله ليس مفهوم المسيح الى الله، فبيضطهد باسم الله حسب فهمه وبيضطهد بدافع ديني. قال لم يعرفوا الاب ولا عرفوني، لانهم لو عرفوا الاب يعني عرفوا الثالوث وعمله وعرفوا رسالة المسيح ما كانوش هيقوموا بهذا الاضطهاد. فهنا مع عدم معرفتهم أو رفضهم للإيمان المسيحي بيكون سبب الاضطهاد. الحاجة الثانية قال لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، يعني ما تضطربوش، أنتم موجودين في العالم بس أنتم ليسوا من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. وبعدين قال لهم كمان في يوحنا 15 قبلها إن كانوا قد اضطهدوني فسوف يضطهدونكم، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فأنتم تحملوا رسالة بتاعتي زي ما أنا اضطهدت، أنتم كمان لابد أن تحملوها، لأنه المسيح واجه الاضطهاد وانتصر عليه، فبيدينا احنا نواجهه عشان خاطر ايضا ننتصر عليه. لذلك وعدهم قال لهم قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يعني اداهم وعد بالنصرة على العالم. لما نيجي نبص في سفر أعمال الرسل نجد إن في ثلاث فئات اضطهدوا المؤمنين في البداية. طبعا اليهود، ودول كانوا فئتين، فئة الصدقيين وفئة الفريسيين. فئة الصدقيين هم اللي بدأوا الاضطهاد، يعني بداية الاضطهاد كان جاي من الصدقيين في الأول، هم اللي كانوا بيقودوا الاضطهاد. فئة الصدقيون دول فئة ارستقراطية كان منها رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، وكانوا لا يؤمنوا بالقيامة، وهم اللي سألوا السيد المسيح في الهيكل عن موضوع المرأة اللي تزوجت بالتابع سبعة، وقالوا له في القيامة لمن تكون، عشان يعني بيرفضوا فكرة القيامة كدليل ان فيش حاجة اسمها قيامة. وطبعا المسيح رد عليهم الرد اللي انتوا عارفينه. لذلك لما كانت رسالة التلاميذ زي ما احنا ذكرنا انهم كانوا يكرزوا بقيامة المسيح، كانت هي الشيء الاساسي في الكرازة بتاعتهم. لذلك دي كانت النقطة اللي بتسير الصدقيين، يعني الصدقيين كان بتسيرهم انهم بينادوا ان المسيح قام من بين الاموات زي ما بطرس قال. ونجد ان في اقامة المقعد اللي كان على باب الجميل واللي كان ليه 40 سنة واقاموا القديس بطرس ويوحنا، لما ناس استغربت من المعجزة قال لهم ليس بقوتنا ولا بتقوانا ولكن باسم يسوع الناصري، ابتدى يكلموا عن يسوع الناصري الذي صلب والذي قام. عشان كده دي النقطة دي اثارت جدا الصدقيين انه بينادوا بقيامة المسيح، لذلك قبضوا
عليهم وهددوهم أنهم يكرزوا باسم يسوع المسيح. الفريسيين دول طبقة مختلفة عن الصدقيين، وكانوا يعني في معاداة مع بعض. الفريسيين دول كانوا يؤمنوا بالقيامة، بس كانوا متمسكين قوي بالناموس، ولهم تقاليد ولهم تمسك حرفي، لذلك كانوا يصطدموا باستمرار بالسيد المسيح، بالذات لما كان بيشفي يوم السبت، لأن كانوا بيعتقدوا أن القيام بمعجزات شفاء يوم السبت ده كسر للسبت. والسيد المسيح وضح لهم أن يجوز فعل الخير في السبوت، وأن السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. كانوا أيضا يهاجموا السيد المسيح لما كان بيذهب عند رجل خاطي، اللي كانوا يؤمنوا أن الإنسان البار لا يختلط بالناس الخطاة. بدأوا يضطهدوا المسيحيين أو الرسل بعد شهادة استفانوس، بعد شهادة استفانوس، لأن القديس استفانوس لما وقف يتكلم كان بيتكلم على أن السيد المسيح ومجيئه، فهم لم يستطيعوا أن هم يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، فاتهموه. إيه بقى التهمة اللي اتهموه بها؟ اتهموه أننا سمعنا يقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع اللي يقصد الهيكل ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. يعني هم حسوا أن تعاليم القديس استفانوس بخصوص المسيح أن فيه بيتحقق الناموس، أن معنى كده الناموس مش محتاج الإنسان أنه هو يحافظ عليه. لذلك بولس الرسول لأنه كان فريسي شاول، فكان راضي بقتله لأنه كان من ضمن الفئة دي اللي شايف أنه هذا التعليم فيه خطورة، أنه بيخلي الناس لا تلتزم بالناموس. ومن هنا بدأت الصدقيون والفريسيين، هما الاثنين كانوا بيضطهدوا المسيحيين. اليهود كانوا نوعين، نوع موجود في أورشليم أو منطقة اليهودية، وكانت محتلين من الدولة الرومانية، عشان كده ما كانش ليهم سلطة في أو سلطتهم محدودة في تنفيذ الأحكام، لذلك كانوا يحتاجوا للوالي الروماني زي ما حصل بالنسبة للسيد المسيح تأمره، لكن احتاجوا لبيلاطس البنطي أنه يصدر أمر بقتله، لأن ما كانش من حقهم أن هم يعملوا هذا الأمر. لذلك كانوا بيلجأوا إلى إزاي يثيروا الحكام ضد المسيحيين. يعني تلاحظوا أن هم كانوا بيتابعوا مثلا بولس الرسول في لما كان بيكرز، ويروحوا في أي مكان يهيجوا الناس عليه ويهيجوا الحكام. وكان الحكام لأنه اليهود كان ليهم يعني مكانة، فكانوا بيضطهدوا، ابتدوا يضطهدوا الكنيسة إرضاء لليهود. فمثلا في استشهاد يعقوب الرسول اللي هو أخ يوحنا، فأمر هيرودس أغريباس أراد أن هو يتودد لليهود، فبيقوله في ذلك الوقت سفر الأعمال 12، في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخ يوحنا، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. يعني ابتدى أن هم يغضوهم، وعشان كده القديس بولس الرسول اتكلم على اليهود وقال اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله وأضاد لجميع الناس، قد أدركهم الغضب إلى النهاية. الدولة الرومانية بدأت تضطهد المسيحيين مع في عهد نيرون، يعني مش كده، واللي فيه استشهد القديس بطرس وبولس لما أراد نيرون أن هو يلصق تهمة حريق روما بالمسيحيين، فكان الاضطهاد الشديد اللي حصل للمسيحيين، ومن هنا ابتدت اضطهادات الدولة الرومانية، فأصبح الاضطهاد من الدولة الرومانية، وخاصة أن بعد سقوط أورشليم وهدم الهيكل وتشتت اليهود، فما كانش ليهم السلطان القوي زي ما كانوا موجودين قبل كده، وابتدت مرحلة اضطهاد الدولة الرومانية. احنا عايزين يعني نبص لبعض الدروس
التي نستفيد بها احنا ككنيسة النهاردة من جهة الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة في عصر الرسول. اتكلم على 5 نقط. النقطة الاولانية انه رغم شدة الاضطهاد لكن هذا الاضطهاد لم يوقف نمو الكنيسة، بل بالعكس كنا نجد نقرأ في سفر الاعمال ان ازاي كان الاتنين بيمشوا مع بعض، الكنيسة بتنمو والاضطهاد بيزيد، وان التهديد والقتل والسجن لم يسني الرسل عن ان يستمروا في الكراسة. يعني لما جم وهددوهم ولما جلدوهم راحوا صلوا وكانوا امتلأوا من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهر. لذلك دايما الاضطهاد بيجي في منع الكراسة، لا تكرز باسم المسيح، تكلمش حد عن المسيح. سواء المجتمع اللي يجي يقول هنا خلي ايمانك ده حاجة ليك شخصية، متكلمش حد عن ايمانك، او مثلا في مجتمع غير مسيحي يمنع الكرازة باسم المسيح. فاكبر غلطة بيعملها الانسان المسيحي ان هو يقبل هذا، يعني يقبل هذه الفكرة اما خوفا او اقتناعا، او يعني عشان خاطر بالنسبة يعني يسعى للسلام عشان ما يعملش مشاكل. فهنا دي نقطة احنا بنتعلم ان الكنيسة الرسل الاضطهاد لم يمنحها عن الكرازة، والكنيسة قعدت 300 سنة تقريبا في الدولة الرومانية ليس لها وضع قانوني، بل كانت تعتبر جريمة ان الواحد يبقى مسيح لحد ما جي وقت قسطنطين. فالكنيسة ما بصتش على ناحية القانونية، فلأنه زي ما قال الرسل ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. النقطة الثانية أن رغم شدة الاضطهاد لكن الاضطهاد ده كان بيقوي الإيمان، اجعل إيمانهم يقوى. يعني الرسل لما اضطهدوا ورجعوا وصلوا تقووا وكانوا يتكلمون زي ما قلت بكلام الله بكل مجاهرة. النقطة الثالثة ان الله صحيح سيد المسيح اتكلم على الاضطهاد، لكن الله كان يتدخل لحماية كنيسته وحماية شعبه بطريقتين. يا اما الله يتدخل بطريقة معجزية زي مثلا لما الرسل حبسوهم فجي الملاك اخرجهم، او بطرس جي الملاك اخرجهم من الحبس، او ان يخليهم يحتملوا الاضطهاد. يعني مش في كل الحالات، يعني مثلا يعقوب هيرودس قتله، ربنا ما منحش هيرودس يقتل يعقوب، بس بطرس كان اتحبس عشان يقدمه للقتل. فالواحد يسأل طب ليه ربنا سمح بقتل يعقوب وانقذ بطرس؟ طب ما كانش انقذ الاثنين ليه؟ هل ربنا مش قادر؟ طبعا لا، قادر. هل مثلا بطرس ليه أهمية عن يعقوب عشان كده يعني ربنا يعني اهتم ببطرس ما اهتمش بيعقوب؟ لا طبعا، الاثنين بالنسبة له واحد. لكن عايز يورينا انه الله وهو بيسمح بالاضطهاد ايضا بيظهر يده القوية امام هؤلاء الناس، لألا يظنوا انه سماحه بالاضطهاد ده معناه بسبب قوتهم، وفي نفس الوقت ايضا لا يترك اولاده ولا يترك شعبه. ذلك يعجبني ان انا ما قاله القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي، هغلهم جزء. القديس بولس الرسول كتب رسالة فيليبي هو في السجن في روما، فبيقول ايه؟ بيقولهم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد ألت اكثر الى تقدم الانجيل. تخيل واحد محبوس في السجن، فبيقولهم أنا أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني الإنجيل بيتقدم، يعني الكرازة بتتقدم رغم أن أنا موجود في السجن. طب واحد ممكن يقول ما يمكن كلام بيطمن. لا، هو بيقول ليه؟ ما هنا المهم بقى، هو بيقولهم إزاي، يعني إزاي وأنا في السجن أن وجودي في السجن ده لم يعوق تقدم الإنجيل. فقال لهم حاجتين،
قال ان حتى ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية. يعني هو محبوس لانه قال حبسوه في روما عند قيصر، فاصبح هو موجود، هو موثق، الناس بتيجي تسأل مين ده، وبتجيله فرصة ان هو يكرز في دار الولاية، يعني يكرز في داخل دار قيصر. طب هو كان هيخشه ازاي بولس الرسول ده، يخش دار قيصر ده ازاي؟ اللي هيدخله هناك، هو دخله كمسجون، لكن استغل هذا لكي ما يكرز به الانجيل، زي ما وقف امام الملك اغريباس وكرز وقال له بقليل يا بولس ان تريد ان تقنعني ان اصير مسيحيا. دي نقطة. يبقى انا وجودي في المكان ده كان فرصة للكرازة جوه السجن، زي ما كرز مثلا في لسجان فيليبي وفي باقي الاماكن اجمع. واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يعني بقية الناس اللي هم اللي معايا اللي هم مش محبوسين زيي، لما شافوا ان انا يعني وانا محبوس بكرز، هم كمان بيتشجعوا وما بيخافوش وبيكرزوا بالايمان، يعني مش خايفين ان هم يتحبسوا فبطلوا يكرزوا. فهنا هو قدم شهادة تشجع الاخرين. عشان كده في الاضطهاد شهادات الناس اللي بيمروا بالاضطهاد او شهادات اسرهم مهمة جدا لتشجيع الاخرين. يعني انا مثلا لما نجد مثلا زي في الكنيسة البطرسية وتيجي مثلا اسر الشهداء، ام مثلا بنتها او اثنين من بناتها استشهدوا، وتقف تقول شهادة فيها قوة ايمان، دي مهمة جدا لتقوية الايمان ومهمة جدا لنشر الايمان. او اسر مثلا شهداء ليبيا او غيرهم، فمهم قوي الشهادات دي ان الكنيسة تبرزها، لان دي اللي بتقوي الايمان، لان بتدي شخص مر. يعني سهل ان احنا نتكلم، لكن في فرق بين واحد بيتكلم زينا كده وفي واحد فعلا مر بهذه التجربة او مر بهذا الاضطهاد. يبقى النقطة الاولانية انه الاضطهاد لم يمنع انتشار الايمان، الاضطهاد ادى الى تقوية الايمان، ان الله كان يتدخل ولا يترك شعبه حتى لو سمح ليهم بالاضطهاد، ان كان بيديهم نعمة في الاحتمال وقوة شهادة ايمانية وسط الاضطهاد. النقطة الرابعة ودي نقطة مهمة حابب برضو تتنبهوا ليها، ان الكنيسة فرحت بالاضطهاد لكن لم تسعى اليه. فرحت بالاضطهاد، قديس بولس اتكلم على اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن بنا، والقديس بطرس قال ان تألمتم لاجل المسيح فطوباكم لان روح المجد والله يحل عليكم، وقال ان كنتم تألمتم لا تألم احدكم كقاتل او ساق او فاعل شر او متداخل في امور غيره، ولكن كان كمسيحي فليفرح وليمجد الله من هذا القبيل. وايات كثيره بتتكلم على الفرح، كنا نتألم معه فنتمجد معه. لكن مع كل هذا الكنيسة لم تسعى للاضطهاد، ولما كان بيتاح لها فرصة أن تتجنبه كانت بتفعله تفعل هذا. فناخد مثلا القديس بولس الرسول. القديس بولس الرسول جلد كثيرا، لكن جه في مرة لما مدوه للجلد سألهم أتجوز أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ يعني لجد أن في خطأ، أنتوا هتجلدوني بس أنا راجل روماني وحسب القانون اللي بيحمل الرعوية الرومانية أو الجنسية الرومانية لا يجوز الحكم عليه بدون محاكمة. فهو لما قال كده اللي كانوا هيجلدوه راحوا للأمير الأمر بجلد، قالوا له الحق انت هتجلد رجل روماني بدون حكم. فجي الامير وسأله قال له انت روماني؟ قال له اه انا ولدت فيها. فقال له ده انت احسن مني، ده انا اقتنيتها بمبلغ كبير، يعني انا اشتريتها، لان كان الرعوية الرومانية او الجنسية الرومانية كان اما الواحد يتولد فيها يعني يكون والديه
خدوا رعوية رومانية زي مثلا الجنسية الأمريكية كان مثلا، أو يدفع فلوس عشان ياخدها. طبعا هنا ما تدفعوش فلوس عشان تاخدوها، لكن أقصد إيه، فاختشى الأمير وأطلقه. هنا القديس بولس الرسول ما قالش تم فرصة أن أنا أضطهد لأجل المسيح، لكن لما لقي أن في أن هذا ما يفعلون به خطأ قال ليه، لأنهم كانوا بيبصوا على ناحية تانية. أنا تم الشخص ده اللي بيضطهدنا ما بيكسب خطية، فأنا برضو نفسه مهمة بالنسبة لي أن أنا ما خلوش يكسب خطية. مش كده السيد المسيح لما قال للعبد إن كنت قد تكلم بجديا فاشهد على جدي، وإلا فلماذا تلطمني؟ يعني المسيح اللي كانوا يلطمونه كان هتفرق مثلا معاه اللطمة بتاعت الرجل ده، لكن هنا السيد المسيح بيحط مبدأ معين. أيضا القديس بولس الرسول لما تقروا في محاكماته أمام فيليكس الوالي وأمام فوستوس، بعد كده لقي إنه مثلا يقف قدام فيليكس الوالي ويتكلم ما يلاقيش حاجة ما يطلقوش، لأنه بيجامل اليهود، فيسيبه اللي يجي بعده اللي هو فوستوس. فوستوس برضه مش عارف يعمل ايه، فراح هو استخدم حقه قال ان انا الى قيصر رفعت دعواي. لما لقيهم يعني ما فيش عدل في المحاكمات وانه الحكام دول بيجاملوا اليهود، فقال لهم لا، انا من حقي كرجل روماني ان انا ارفع دعواي لقيصر، يعني يعمل استئناف. فلما لقيوا كده قالوا خلاص الى انت رفع دعواك الى قيصر، الى قيصر تذهب. كمان في مرة اخرى لما القديس بولس الرسول قبضوا عليه لما كان حصل شغب في اورشليم وجابوا الامير وطلب منه ان هو يقول، فلقي ان الناس يعني جم بقى الناس اللي ليهم شكاوي عليه، فلقي ان المجموعة فيهم مجموعة من الصدقيين ومجموعة من الفريسيين. فالقديس بولس بحكم انه اصلا فريسي فاهم الاختلاف بينهم، فراح هو صرخ وقال ايها رجال الاخوة، انا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الاموات احاكم. فبيقول فحدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة. يعني القديس بولس الرسول لقيهم موجودين فقال لهم طيب انا على رجاء القيامة احاكم. فطبعا اول ما الفريسيين شافوا كده قال لا الراجل ده مفوش حاجة غلط، لانهم قال لهم انا فريسي ابن فريسي، هو ما قالش حاجة غلط، قال الحقيقة. وبعدين قال على رجاء القيامة انا بحاكم اليوم. يعني عايز اقول من الامثلة دي انه مع الفرح بالاضطهاد لما بيكون في وسيلة الإنسان يتجنبه، مش كده لما كان في حماس في فترة الاستشهاد وكانوا في ناس تروح تثير الوالي عشان خطر يضطهدهم ويقتلهم، الكنيسة لم تشجع هذا الأمر، يعني لم تشجع هذا السلوك رغم أنه موجود في بعض القصص. النقطة الخامسة والأخيرة بخصوص الاضطهاد أنه رغم أن الكنيسة قدمت نماذج بطولية في الاضطهاد، لكن أيضا وجدت نفوس ضعفت ونفوس أنكرت الإيمان. يعني في جانب آخر، يعني احنا دايما بنقدم النماذج البطولية، لكن في جانب تاني موجود برضو تاريخيا أن في ناس كانوا بتنكر الإيمان، وفي ناس خدموا مع بولس الرسول ما قدروش يحتملوا هذا، زي متياس. متياس قد تركني إذا أحب العالم الحاضر، ديماس قد تركني إذا أحب العالم الحاضر، فديماس ترك بولس الرسول لمحبته. فهنا برضو ده يخلينا أنه ما ننساش النقطة دي، وإحنا لما بيحصل اضطهاد أو ضيق على المسيحيين ان العمل الرعوي مهم. لذلك الكنيسة كانت تهتم جدا برعاية أسر الشهداء، باهتمام بالمعترفين، تشجيع ايمانهم، ما كانتش بتاخدها انه لا طبعا دول كلهم ناس ايمانهم قوي وناس هتحتمل. لا، مش كل الناس تحتمل، ومش كل الناس بتقدر انها تواجه الاضطهاد ده. في نفوس ضعيفة، وفي نفوس مثلا ان هي
ممكن في فترة معينة تقدر في البداية وبعد كده مع الوقت. مش كامل الحاجات المهمة اللي احنا بنواجهها في عصرنا الحديث أو في وقتنا هذا مع زيادة عدد الشهداء ومع زيادة عدد المعترفين ومع شدة الاضطهاد اللي موجود، ان ساعات بيبقى فيه حماس لما نسمع عن حدث معين ونبقى فرحانين ان الناس احتملوا قالوا شهادات طيبة، لكن ما بنتابعش الأسر دي بيحصل معها ايه. يعني ممكن في وقت معين لكن بعد شوية بيبتدوا يتعبوا، ما كانوش هم أولادهم، يعني مثلا أسرة استشهد مثلا الكاهن ده، ممكن زوجته في الأول بتقدم شهادة كويسة، بعد شوية أولادها بالوقت يتعبوا، فمحتاجين لعمل رعاية مستمر والاهتمام بيهم، مش مجرد بس الحماس لفترة معينة وبعد كده تركهم، لأنه الشيطان دايما بيحارب في هذا الأمر، وأيضا النفس البشرية، يعني النفس البشرية ما كمان أيضا أنه مهم أوي أن احنا ندافع عن حقوق المظلومين. يعني قبول الظلم، قبول الاضطهاد ليس معناه قبول الظلم، يعني الظلم غير مقبول. كل واحد بيقبل الاضطهاد بيقبله مش لأنه منهزم، لكن بيقبله لأنه قوي، لكن من ضمن واجبنا هو فتح الظلم. يعني الآباء الرسل ما كانوش بيمدحوا الفريسيين والصدقيين ويعتبروا أنهم قدموا ليهم خدمة أن خلوهم قوة في إيمانهم، كانوا بيقولوا لهم أنتم دائما تقاومون الروح، زي ما القديس استفانوس قال، وقال عنهم بولس رسول الضاد وقد أضاقهم غضب الله. فنقول الناس بسبب هؤلاء المضطهدين الإيمان قوي؟ لا، مش بسببهم، لأنه ما كانش ده هدفهم، ربنا عمل كده، لكن لازالت خطيتهم موجودة، ولازال اللي بيعملوا ده غلط، أن ده خطأ، ولابد أن يكون لنا موقف واضح أن اللي بيحصل ده خطأ وده في ظلم واقع على المؤمنين. كون المؤمن بيتحمله ده مش معناه ان الظلم بيبقى ظلم، لكن او معناه قبول ان الظلم اصبح شيء مقبول. وطبعا زي ما انتوا يعني ادينا امثله، لان زي القديس بولس الرسول كان يعني قوي في دفاعه ومطالبته بحقوقه، يعني هو طالب بحقه، مش لأنه كان يؤمن بالعدل يعني في البشري، لكن هو يؤمن أن بالعدل الإلهي، لكن طالما له حق لماذا لا يطالب به؟ فالسكوت عن الدفاع عن الحق هو نوع من الخروج عن الروح. الكنيسة الأولى، الكنيسة الأولى كنيسة مضطهدة، لكن كنيسة تشهد الحق ولا تخلط ما بين الخطأ والصح. الويل للجاعلين الشر خير والخير شر. السمة الثانية نتكلم عنها النهاردة هي ان كنيسة لم يكن بها احد محتاجا، ودي كانت صفة في كنيسة الرسل. ولما الكتاب سفر الاعمال بيوصف كنيسة الرسل بيقول لم يكن فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باسمان المبيعات ونوع تحت ارجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. وايضا في اعمال 4، في اعمال 2 وجميع الذين أمانوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنات كان يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكان في مظاهر مختلفة لخدمة المحتاجين اللي كانت الكنيسة بتقول فيها، زي التوزيع، زي ما شفنا كده انه الناس بتجيب الأملاك والممتلكات يضعها تحت أقدام الرسل والرسل يوزعوا، او خدمة الموائد زي ما موجود في أعمال 6 ولما حصل في نوع من التذمر، او مثلا الخدمة الجمع لاجل القديسين اللي كان بيقوم بها القديس بولس الرسول وتكلم عنها في رسالته لروميا ورسالته كورنثوس. ففي روميا 15 بيقول
لكن الآن أنا ذهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مقدونيا وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقاء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، وإنهم لهم مدينون، لأنه إن كان الأمم قد اشتاق في روحياتهم فيجب عليهم أن يخدموا في الجسديات. يعني الكنيسة في أورشليم نتيجة المجاعة، فالقديس بولس الرسول اللي كان بيخدم في آسيا وفي أوروبا فكان بيجمع من الكنائس هناك عشان خاطر يساعد الكنيسة في أورشليم، وحط لهم نظام ان هم يجمعوا في اول الاسبوع بحيث ان لما يكون موجود ما يبقاش في جمع. انا هتكلم بسرعة على 8 مبادئ في بخصوص خدمة اهتمام الكنيسة الاولى بالمحتاجين. اول حاجة ان خدمة المحتاجين هو كان لها اساس لاهوتي، يعني ما كانش مجرد ان انا بتعاطف مع واحد غلبان محتاج فقير يعني، او انا بتفضل عليه ان انا بساعد، لكن الكنيسة حطت الاساس اللاهوتي هو مفهوم الكنيسة نفسه، ان الكنيسة هي جسد المسيح واحنا كلنا فقراء واغنياء اعضاء في الجسد بالتساوي، ولان احنا اعضاء في الجسد الواحد لذلك لازم الاعضاء تهتم بعضها ببعض، والقديس بولس الرسول قال ان كان عضو يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه. فانا لما بهتم او الكنيسة لما بتهتم بالمحتاجين هي بتنفذ يعني ايه كنيسة، يعني مش بتتعطف عليهم، وكل واحد فينا لما بيشوف اخوه او اخته محتاجة وبيهتم بيه هو بينفذ يعني ايه انا عضو في جسد المسيح. كمان كان ليها اساس لتورجيكال، يعني من ناحية الليتورجية من ناحية الطقسية، فكانت في الكنيسة كانوا بيشتركوا، كان حياة الشركة معا، فزي ما قال ان هم كانوا بنفس واحدة يشتركون في الصلاة وكسر الخبز والشركة. هنا طبعا الصلاة معروفة، كسر الخبز والشركة يقصد بها سر الإفخارستية، فكان زي ما بيشتركوا مع بعض يعني بيجوا كأعضاء في الجسد بيشتركوا في الليتورجية اللي هي الصلاة والقداس، كانوا بيشتركوا في الاحتياجات المادية، فدي كانت امتداد للشركة، زي ما احنا بنشترك في الجسد الواحد، زي ما نتناول جسد الواحد والكأس الواحد، لابد ايضا ان احنا نشترك في الامور المادية. عشان كده بعض الاباء كانوا يسموا مائدة الاغابي اللي بعد القداس يسموها الليتورجية افطر الليتورجية، الليتورجية بعد الليتورجية، يعني في الليتورجية الافخارستية وفي الليتورجية المحبة اللي فيها كلنا بنشترك فيها مع بعض. هنا كان بالنسبة لهم هذا الأمر يمثل أهمية، إنه لذلك بقيت يعني تطورت وليمة الأغابة إلى الأغبانة في كنائس كبيرة، يعني الواحد ياخد أغبانة كنيسة، وطبعا إحنا هنا ساعات بيبقى فيه يعني الناس بعد القداس بتشارك في وليمة الأغابي عشان تعبير عن المشاركة مع بعض. وكانوا لما بيجتمعوا كان بيبقى بيت الدياكونية موجود في الكنيسة، فكان بيبقى التوزيع والاهتمام بالمحتاجين بعد صلاة القداس. المبدأ الثالث هو انه من الناحية الروحية، يبقى في ناحية لاهوتية ان دي تعبر عن الكنيسة الواحدة، في ناحية طقسية او لتورجية ان هي لتورجية المحبة افطر بعد لتورجية الافخارستية. الناحية الروحية هي اساس الحياة الروحية للانسان المسيحي هي المحبة، والقديس يوحنا والقديس يعقوب اتكلموا على ان المحبة ينبغي ان تكون محبة عملية، فقال ان كان اما من كان له معيشة العالم، يعني واحد عنده إمكانيات ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاء عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. والقديس يعقوب لما ابتدى يتكلم على الإيمان العملي ادى المثل ده، الآن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين
للقوت اليومي، فقال لهما أحدكما امضيا بسلام استدفئة واشبعة، ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ يعني كلام، يعني نتكلم على محبة بنحتلم بس ما فيش عمل. فلو قلت لهم خد روحوا بقى استدفئة واشبعة ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن أعمال فهو إيمان ميت. هنا بتلاحظوا ان اتكلم على المحبة يقولك فكيف تثبت محبة الله فيه، يعني ازاي شخص بيشوف انسان محتاج ويغلق احشائه، مش بيقول كيف تثبت محبته للانسان ده، بيقول كيف تثبت محبة الله فيه، يعني ازاي انا بتثبت محبة ربنا فيه، يعني محبتي لربنا ازاي تكون ثابتة فيه وانا مش مهتم باخي المحتاج. لذلك بيرى المحتاج، بيرى الله في المحتاج، وده اللي قاله السيد المسيح، قال الحق أقول لك كل ما فعلته بأحد إخواتي الأصارى فبيه قد فعلته. المبدأ الرابع هو التوزيع حسب الاحتياج وليس حسب الطلب، ودي نقطة برضو يعني أحب أن أنا أؤكد عليها، لأن ساعات يعني الناس في نسبة للتوزيع أو العطاء بس بيبص لآية من سألك فأعطيه، ودي آية مهمة، لكن أيضا في جنبها تاني أنهم كانوا يوزعون، فكان يوزع كما يكون له احتياج، يعني الرسل لما كانوا بيوزعوا ما كانش حسب ما الواحد بيطلب، يعني كانوا بيدرسوا احتياجات الناس، فاللي لقوا فعلا ليه احتياج كانوا بيدوله. والقديس بولس الرسول اتكلم على هذا الأمر باستفاضة لما كلامه عن الأرامل اللي هم الناس اللي الكنيسة الأرامل اللي الكنيسة تهتم بيهم، فما قالش كل أرملة تيجي تقول للكنيسة ساعديني الكنيسة تساعدها، إنما حط معايير. أول حاجة قال المتناعمة، أما المتناعمة فقد ماتت وهي حي، يعني الشخصية اللي هي يعني جاي الكنيسة عشان تساعدها عشان تعيش حياة التناعم دي ما ينفعش، دي يعني الكنيسة مسؤولة عن أن تسد الاحتياجات الأساسية، أما الواحد اللي ليه تطلعات أخرى فالكنيسة مش مسؤولة عن التطلعات الزيادة دي. يعني قال أما المتناعمة فقد ماتت وهي حي. كمان أيضا قال أنك أنت لا تساعد الأرامل اللي لهم أولاد وأحفاد، يعني لو في واحدة أرملة لها أولاد وأحفاد قال دي ما تساعدهاش. ليه؟ لأنه في مسؤولية للأسرة، مش كده اتكلم على مسؤولية الأسرة، ودي نقطة الخامسة، إن كانت هناك أرملة لها أولاد أو أحفاد فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفقوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله، ده في رسالة تيموثاوس الأولى 5:4. وبعدين قال برضو القديس بولس إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من خير المؤمن. يعني شوف حط قال لك اللي مش مهتم بأهل بيته وأهله. وأيضا قال إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن وليثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هم بالحقيقة أرامل. فلو طبقنا المبدأ هنا، واحد مثلا جاي قادم حديثا وليه أهل هنا، ليه يجي يثقل على الكنيسة؟ فين أهله اللي هنا؟ ليه ما اهتموش بيه؟ عشان خاطر الكنيسة تستطيع ان هي تساعد فعلا اللي محتاج للمساعدة. فهنا دراسة الاحتياجات لا يتعارض مع مبدأ من سألك فاعطيه، اتنين يكملوا بعض. وزي ما كان المتناح البابا شنودة كان يقول لنا عبارة، لا نأخذ فلوس المحتاجين ونعطيها للمحتالين، لا نأخذ أموال المحتاجين ونعطيها للمحتالين، يعني في واحد ساعات يجي هو مش محتاج لكن بيستسهل يقولك وماله، يعني مثلا احنا بيجي هنا الناس بتيجي مثلا ممكن الكنيسة تساعدها في البداية لكن بيستسهل يقولك خلاص ما الكنيسة هو عندهم كنايس وعندهم فلوس طب ليه ما يساعدونيش. فهنا الكنيسة مفروض تعلمه، لأ انت لو ليك اهل هنا اهلك دول يساعدوك، لو انت تقدر انك انت، عشان كده هنتكلم بعد كده على المبدأ السادس وهو اهمية العمل،
وده اتكلم عنه القديس بولس الرسول. فهنا في مسؤوليات من جهة النقطة اللي احنا بس نخلصها دي، خمسة مسؤوليات من جهة الأسرة والأقارب. فلما جينا حد مثلا في احتياج ندور هل لي أهل هنا؟ طب ليه أهله دول ما بيساعدهوش؟ ممكن يكون هو متخانق معاهم. طيب ما انت تحسن علاقتك بأهلك عشان يساعدوك، لكن انت تتخانق مع أهلك وتتعبهم وبعدين تيجي تقول تعالوا الكنيسة ساعديني. لا، الكنيسة تساعدك تصطلح مع أهلك عشان خاطر ده ويقفوا معاك ويساعدوك. كمان أيضا حدة الاحتياج ده يدي مسؤولية على الكنيسة، ان هي برضو الكنيسة لابد تبص ان في ناس محتاجين، ولما تيجي تصرف أموالها تأخذ هذا في الاعتبار. تبقاش الكنيسة بتصرف مثلا على مجال واحد وتسيب مجالات أخرى، يعني مثلا تهتم مثلا بالمباني، طب ماذا عن المحتاجين؟ فكل ما تشوف ان في احتياجات لابد أيضا تشوف احتياجات الناس وتهتم بيهم، لأن ممكن قوي يكون في مجموعة معينة عندها إمكانيات هي اللي بتوجه طريقة الصرف جوه الكنيسة، فالكنيسة ما بتشوفش غير المجموعة دي، لكن لازم الكنيسة تبص لكل الشعب. صحيح في ناس يعني عندها إمكانيات ولها احتياجات معينة، مثلا عايزين رحلات مثلا عشان خاطر يروحوا مثلا أوروبا، يروحوا رحلات كرازية مثلا، عايزين مؤتمرات، كويس. بس في ناس تانية بتدور على القوت اليومي، مش بتدور على رحلة، بتدور على انها بس تغطي مصاريفها. فلازم نبص لده ونبص لده وما نتحركش بسبب الموجود او اللي عنده امكانيات او ان هو يوجه الصرف في الكنيسة حسب مزاجه. مش كده احنا بنقول الكنيسة الاول تحط خطتها في الصرف، مش يجي واحد يقول انا عايز ده عشان اعمل دي. لا، احنا نقول ده اللي احنا عايزينه، فلو انت عايز تساعد في الموضوع ده اهلا وسهلا، لكن مش انت اللي تحدد الكنيسة اللي تصرف فيه. زي في الافراح هنا، يعني لما كنا هنا كان ما تيجي انت عايز تجيب هدية الناس اتجوزوا، فالاول انت تجيب الهدية اللي على مزاجك، فممكن كل اللي بتجيبه هو مش عايزينه. فهنا بيعملوا ايه؟ بيعملوا لستة، احنا عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا. انت بقى تيجي تبص انا بس عايز تجيب هدية ب$100، فتدور ايه اللي ب$100 بس هم عايزينه. فالاول الكنيسة تحط خطتها، احنا شايفين ان في احتياجات معينة في هذا المجال، بعدين اذا تيجي عايز تتبرع تقول انا عايز اتبرع للفقراء، عايز اتبرع للمرضى، عايز اتبرع لبناء الكنيسة، عايز اتبرع لكذا، لكن مش تقول لا انا هديكم المبلغ ده بس بشرط تبنوا كنيسة، بس بشرط تعملوا كذا. ده ما ينفعش. يبقى انت اللي بتحدد للكنيسة كيف تصرف الاموال، كنيسة اللي تحدد حسب الاحتياج، وانت تخش في الخطة اللي عملها الكنيسة. النقطة السادسة هي اهمية العمل. قديس بولس الرسول كان في مجموعة كده ما بيحبوش يشتغلوا في تسالونيكي، فاكرين يعني خلاص يوم الرب جه فبيتكاسلوا في العمل، زي ما احنا ساعات في ناس بتيجي هنا مش عايز تشتغل او عايزة تشتغل في شغل معين، تقول له مثلا انت لسه جاي جديد لازم تشتغل في شغل بسيطة الاول، يقول لك لا ازاي، ده انا كنت في مصر بشتغل حاجة، ازاي انا اشتغل في الشغل ده؟ طب ما عايز ايه؟ عايز الكنيسة تصرف علي لحد ما الاقي الشغل على مزاجي. هنا بقى القديس بولس الرسول بيقول ايه؟ ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا. ما قالش اللي مش عايز يشتغل توكله الكنيسة، قال ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا، لاننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب ولا يشتغلون شيئا، بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعزهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم،
أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. يعني ما اعتبرش أنك أنت لو ما ساعدتش الكسول ده الفضولي أنك ما عملتش خير، بيقول لا بالعكس، ده ما يخليناش نفشل في عمل الخير، بالعكس ده لا يتعارض مع عمل الخير. النقطة السابعة هي أن العطاء كان عطاء اختياري. يعني الكنيسة في الأولى ما عملتش عضوية كنسية، ما قالتش عشان تبقى عضو في الكنيسة لازم تدفع المبلغ الفلاني، ما قالتش عشان تتعمد تدفع كذا، ما قالتش عشان تتناول تدفع كذا، إنما الكنيسة كانت بتقدم والناس بتيجي باختيارها تعطي. وده المبدأ اللي كنيستنا ماشية بيه، إنه بنخدم الناس، الناس بتعطي باختيارها، مفيش شرط إنك أنت لذلك مثلا في قصة حنانيا وسفيرة المشكلة مش ان هم اخذوا جزء من ثمن الحقل، مش دي المشكلة، لكن المشكلة ان هم قالوا ان احنا جايبين ثمن الحقل فكذبوا. عشان كده القديس بطرس قال لهم لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق، اليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولماذا بيع ان لم يكن في سلطانك؟ يعني انت بعته ليه؟ ما كان في سلطانك ما تبيعهوش، يعني مش مطلوب منك انك تبيعه، عايز تخلي الكنيسه ما قالتش كل واحد معاه حقل يبيعه ويجيب ثمنه، قالتش كده، انما في ناس اختياريه باعت حقولهم وجابوا ثمنه، فهو حب يقلد. بس ايه، زي واحد بيندر ندر وبعد ما يندر يبتدي يفاصل مع ربنا، طب يا ترى ادفع كله بأنهي تمن، التمن اللي انا قلت فيه ولا التمن دلوقتي، ابتدي فاصل. طب وانت نادكت ليه اصلا من الاول؟ يعني مش مطلوب منك انك تندر. فهنا العطاء كان عطاء اختياري. اخر نقطة هي ان الكنيسة اهتمت بكرامة المحتاجين، يعني مش بس اهتمت باحتياجاتهم المادية لكن كرامتهم. عشان كده قديس بولس الرسول سماها الجمع لأجل القديسين، وإن العطاء ده ليس تفضلا. عشان كده بعد لما الأهل رومية وقال لهم على أهل مكدونيا قال لهم إنهم استحسنوا إنهم يدوا للناس المحتاجين، من قال إيه؟ استحسنوا ذلك وأنهم لهم مديونون. يعني انتوا هم مديونين اللي بتوع اورشليم، هم دول اللي جابوا لكم الايمان، استحسنوا ذلك وانهم لم مديونون، لانه ان كان الامم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم ان يختموا في الجسديات. يعني انتوا عليكم مسؤوليه، انتوا مش بتتفضلوا عليهم. والقديس يعقوب اهتم قوي ان بعدم اهانه الفقير، فقال ايه في رسالة الإصحاح الثاني، فإن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل أيضا فقير بلباس وسخ فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا، حسنا، وقلتم للفقير أنت هناك أو اجلس هنا، قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شرير. يعني عشان كده احنا في الكنيسة ما فيش ايه زي ما بتخش طيارة في فيرست كلاس بيزنس ايكونومي، ما فيش في الكنيسة كده، كلها فيرست كلاس، يعني انت تخش تقعد في اي حتة، ما فيش حتة انك انت عشان مثلا دفعت للكنيسة مبلغ فده مكان للناس اللي بتدفع اكتر، او مثلا لكبار الاراخنه يقعدوا هنا، فيش حاجه زي كده في الكنيسه، لان ده الكلام اللي اتكلم عنه القديس بولس الرسول، انكم عاملين اماكن الناس اللي لابسه ملابس كويسه تقعدوه في حته، والناس الغلابه تقعدوا تقول لهم اقف انت هناك او 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 او, أو اقعد تحت موطئ القدمين. فالكنيسه كانت بتهتم بالمحتاجين، تهتم بيهم على اساس لاهوتي، انه الكنيسة كلنا اعضاء في الجسد الواحد، تهتم بيهم باساس لتورجيكال، انه خدمة الاغابي دي استمرار لخدمة الشركة
في الإفخارستية، نهتم بالأساس الروحي أن المحبة الحقيقية تكون لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، أن التوزيع يكون حسب الاحتياج وليس فقط حسب الطلب، أن الأسرة والأقارب لهم مسؤولية من جهة رعاية المحتاجين، أن العمل له أهمية، وأن الشخص الذي لا يريد أن يعمل فلا يأكل، زي ما قال بولس الرسول مش الكنيسة تساعده على أنه هو يكون متكاسل ولا يهتم، أن العطاء يكون عطاء اختياري، وأخيرا اهتمت الكنيسة بكرامة المحتاجين. ربنا يعطينا أن احنا نكون كنيسة تهتم بكل أحد كما كانت كنيسة أبائنا الرسل، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. واحد يقول عاوزين تفسير لسفر رؤيا وسفر دانيال، حاضر. يقول لماذا استخدم السيد المسيح لقب ابن الإنسان ولم يستخدم ابن الله؟ الاثنين، المسيح قيل عنه أن ابن الله وابن الإنسان، فابن الله بيعبر عن أنه أخذ طبيعة أنه هو الإله المتجسد، وابن الإنسان لأنه هو أخذ طبيعة بشرية كامل، يعني ابن الله أنه هو ابن الله بالحقيقة، واحد مع الأب في الجوهر، وهو أخذ أيضا طبيعتنا البشرية. لكن كان بيستخدم التعبير في الاثنين، يعني مثلا المسيح لما تكلم على ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. سؤال تاني، في العهد القديم كان الروح القدس يفارق الإنسان، فهل في العهد الجديد يمكن للروح القدس أن يفارق الإنسان إذا ترك الإيمان أو كان في حالة فتور؟ لا، الروح القدس لا يفارق الإنسان في العهد الجديد، لكنه يبقى موجود لا يعمل فيه. عشان كده الكتاب المقدس حذرنا، قال لك لا تطفئ الروح، فطفي الروح يعني الروح كأنه مصباح جواه، أنت مش شغال. هنا الطفي هنا لا يقصد أنك بتطفي بالمعنى أنك بتطفي، لكن بتحجبه. يعني مثلا إيه، لو احنا عندنا مصباح زي المصباح اللي فوق ده كده، اللمبة دي ممكن نطفيها وممكن نغطيها، فالاثنين بيجيبوا نفس النتيجة. يعني انت لو جبنا احنا كده حاجة سودة وغطينا بها اللمبة دي مش هنشوف حاجة، هتبقى ضلمة برضو، بس اللمبة موجودة. فروح القدس المقصود بكلمة اطفاءه هنا انه يعني لا يعمل فيك، لا يكون مضيء جواك، لكن روح القدس روح الله دائما مضيء، بس الانسان ما بيعمل، يعني ملوش عمل جوه الانسان، او ان الانسان يحزن روح الله، يحزنه يعني لا يستجيب. فهنا التغيير مش في روح القدس، لان روح القدس هو روح الله، والله ثابت لا يتغير، لكن التغيير هو في الانسان، الانسان نفسه هو اللي بيتغير بالنسبة، فلا يستفيد من عمل الروح القدس. زي مثلا واحد قاعد في مكان مضيء زي هنا ويسيبه يروح يقعد في حتة ظلمة، فدخل في الظلام باختياره، هو اللي اتغير مش المكان اللي اتغير. فالله ينير على الإنسان ويعطي للإنسان. طبعا الدليل أن عدم مفارقة الروح القدس حتى لو الإنسان اجتد، احنا لما بنتهن للإنسان، يعني واحد بياخد الروح القدس في المعمودية والميرون، يعني اللي بياخد الطبيعة الجديدة ثم يأخذ الروح القدس في الميرون، لو شخص ترك الإيمان ما بنعيدش لا معموديته وانا بنعيد دهنه بالميرون، إنما بيبقى له قانون توبة في قبول الإيمان مرة أخرى. يعني بيقول هل ربنا بيسمح بالاضطهاد للكنيسة؟ بيسمح طبعا، احنا قلنا يعني ليه بيسمح؟ عشان خاطر يدينا ننتصر على الاضطهاد زي ما هو انتصر عليه، انتصر على الألم. احيانا لحالة الفتور الروحي الموجودة به الشعب بالكنيسة، لا، الفتور الروحي ده سبب، واحنا يعني ربنا ما بيقول ما بيسمحش بالفتور الروحي، احنا اللي بنفتر روحية نتيجة عدم تفاعلنا في حياتنا الروحية. والاضطهاد في مصر كذلك، ما هو الاضطهاد موجود في مصر وموجود هنا وموجود في كل حتة، بس بأشكال مختلفة، يعني شكل مختلف. يعني هنا
ممكن المجتمع ومبادئه بيضغط عليك يعني، وممكن هناك في أشكال مختلفة اللي بتضغط على الإنسان. بيقول أيام الرسل كان الاضطهاد عشان التبشير، الآن الاضطهاد عشان الفتور الروحي. لا، الاضطهاد مش عشان الفتور الروحي، ده بالعكس، لو في فتور روحي مش هيضطهدوك. هيضطهدوك ليه؟ اضطهاد عشان الكنيسة نشيطة، كل ما الكنيسة تنشط. يعني مثلا لو في قرية المسيحيين اللي فيها نايمين على روحهم، لا في قداسات ولا في كنيسة، هيبقوا اللي معهم مبسوطين. أول ما ينشطوا ويبتدوا يبقى في خدمة ويفكروا يبنوا كنيسة، الدنيا إيه؟ تقوم. فإذا الحرب بتيجي نتيجة النشاط مش نتيجة الفتوح، لأن الشيطان هيحارب واحد فاتر روحيا. ليه؟ ما هو فاتر خلاص، هو بيحارب الإنسان النشيط. بيقول أنواع الاضطهاد، فكر غريب على الكنيسة، التشكيك في الإيمان، القتل والعذاب. دي كلها أنواع، يعني ممكن يكون الاضطهاد نتيجة الأفكار، زي أفكار الإلحاد، زي أفكار اللي موجودة في المجتمع، المبادئ اللي موجودة في المجتمع اللي بتخلي الإنسان مش قادر يعيش، الضغط، البير بريشر. ممكن مثلا الشاب أو الشابة الاضطهاد جاي له من أصدقائه، أن بيضغطوا عليه أنه يسلك في سلوك معين، إيمانه بيقوله تسلك في سلوك مختلف، فحاسس أن في ضغط عليه مش قادر يقاوم الضغط عليه ده. لو مشي مثلا في طريق مثلا العفة والطهارة، ممكن تلاقي زملائه بيسخروا منه، لأن يعني كلهم بيعملوا كده. الله، وش معنى أنت لازم فيك حاجة، لازم فيك حاجة غلط، لازم فيك حاجة غلط. فهنا في ضغط بيبقى موجود على الإنسان، وساعات ده بيكون أصعب، يعني أصعب من الاضطهاد المباشر. يعني الحاجة المباشرة دي ساعات بتكون الإنسان عارفها، لكن اللي بتجيله من كل النواحي ساعات دي بتكون أصعب. يعني ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم ويبارك في حياتكم، وإن شاء الله يعني بكرة هيكون هنا في رسامة لبعض رتبة الأبسلطس في الكنيسة هنا في سان موريس، وأيضا مباركة بالنسبة للكوال الكنسي. ويوم الحد إن شاء الله في رسامة كاهن جديد في كنيسة القديس أبانوب الأنبا أنطونيوس، اللي هو الدياكون ديفيد ميخائيل، اللي هو كان اسمه باسم عوض، وكان برضو خدم هنا فترة في كنيسة سان مويس. ربنا يبارك في كل هذه السيامات وكل هذه الخدمات، وهيباركنا يعني في السيامة بالإضافة لأن يفت الأنبا أبراهام أنبا كولوس في مؤتمر في الإيست كوست، لكن هيجي نيافة الأنبا سرافيم اللي هو أسقف أوهايو وميتشيغان وإنديانا، اللي كان بيخدم هنا معانا قبل كده في هونولولو. ربنا يبارك في عمله، المجد اسمه القدوس، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.